صعبت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلة المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح أول مدرسة نموذجية في سوق قطرة. وفود أجنبية تطلع على المعالم التاريخية بمدينة المكلا. تدشين عملية ترقيم وإصدار لوائح للعبار والنوافذ والقوار وبقائق للسياجين بالشكل. أهلا بكم. وجه المرابطون في الخطوط الأمامية لجبهات القتال في محور الضالع عددا من الرسائل الهامة لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمناسبة توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي. وحث المرابطون قيادة المجلس الانتقالي على توحيد الصفوف لمواجهة كافة التحديات والصعاب التي تواجههم في سبيل تحقيق الهدف المنشود الذي يسعون لتحقيقه، لافتين إلى أن توقيع اتفاق الرياض يعد اللبنة الأولى لنحو البناء والتنمية في المحافظات الجنوبية، كما أكدوا على صمودهم في جبهات مواجهة ميليشيا الحوثي واستعدادهم لبذل الغالي والنفيس لتحرير أراضيهم، كما وجهوا نداءهم بالاهتمام والرعاية بالجرحى وأسر الشهداء. قال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن العمل جاري لإعادة تأهيل مستشفى عدن العام بتمويل ودعم من المملكة العربية السعودية، حيث وصلت عدد من المعدات والمستلزمات الخاصة بالمستشفى، ويأتي إعادة تأهيل مستشفى عدن العام إدراكا من المملكة العربية السعودية الشقيقة لأهمية توفر الخدمات الصحية المتكاملة والقريبة من مساكن المجتمع المحلي في العاصمة عدن. التقى المدير العام لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع عدن المهندس أحمد اليماني بنظيره بفرع حضرموت المهندس صلاح بابحير بمقر الهيئة بعدن، وناقش اللقاء جملة من البرامج والخطط الفنية والإدارية والصعوبات التي تواجه سير الأعمال والأنشطة وسبل التعاون المشترك بين فرعي الهيئة. كما بحث اللقاء المشاريع الجيولوجية الاستثمارية بمجال التعدين والتحليل الكيميائي والإمكانيات الخاصة بإدارة الخدمات الفنية لتنفيذ بعض الأعمال والدراسات المشتركة بين الهيئتين ضمن النطاق الجغرافي للفروع. افتتح الهلال الأحمر الإماراتي بمدينة حديبو بجزيرة سوق قطرة مدرسة عطايا النموذجية الابتدائية، وجرى افتتاح المدرسة بمرحلة دراسية واحدة هي الصف الأول، حيث تم قبول 87 طالبة. ووزع الهلال الأحمر الإماراتي خلال الافتتاح الكتاب والزي المدرسي والحقائب المدرسية على الطلاب، وثمن أولياء أمور الطلاب والطالبات والمدرسين في مدرسة عطايا دور الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم الدعم للطلاب. يذكر أن مدرسة عطايا هي أول مدرسة نموذجية بمحافظة أرخبيل سوق قطرة، وجرى إنشاؤها بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي. افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون مدرسة اللصب للتعليم الأساسي بمديرية أرياف المكلا. وأوضح الوكيل عبدون بأن هذا الصرح التعليمي يعد الأول من نوعه في مديرية أرياف المكلا، مشيرا إلى أن مكتب الوزارة وفر بيئة مدرسية متكاملة ومستلزمات حديثة لتكون نموذجا لتعليمي تفتخر به المديرية. وشدد وكيل الوزارة حديثه على ضرورة الاستفادة القصوى من هذه التدخلات النوعية للتحصيل العلمي للطلاب وتعزيز التناغم بين الأسرة والمدرسة لتواكب هذه المشاريع. نظرا لتاريخها التراثي الزاخر وحالتها الأمنية المستقرة، أصبحت مدينة المكلا مكانا لتوافد الزوار الأجانب إليها للاطلاع على بعض معالمها ومبانيها التاريخية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. جمالها الأخاذ، بحرها الساحر، تاريخها التراثي الزاخر، وحالتها الأمنية المستقرة جعلت من المكلا مكان تهوي إليه الأفئدة وتتراقص طربا لزيارتها. ثلاثة وفود أجنبية زارت المكلا خلال الشهر الماضي، اطلعوا خلالها على عدد من الأماكن التراثية أبرزها قصر السلطان القعيطي وحصن الغويزي وغيرها من المعالم الأخرى. مؤخرا قمنا باستقطاب عدد من الجروبات السياحية، وزارنا خلال الشهر الماضي ثلاثة أفواج سياحية، وفد أسباني ووفد صيني، ومؤخرا في الأسبوع الماضي زارنا وفد متعدد الجنسيات من الجنسيات الأمريكية والبريطانية والصينية والشرق آسيوية.
قاموا بزيارة المتحف والاطلاع على أعمال الترميم الجارية لمبنى الجناح الشرقي من قصر السلطان القايطي. ونظرا لأهمية المعالم الأثرية، فقد عملت الهيئة العامة للآثار والمتاحف بحضرموت حزمة من الإجراءات للحفاظ على هذا الموروث التاريخي، كعملية ترميم قصر السلطان وحصن الغويزي والمدرسة الوسطى بغير باوزير. والذي قمنا أيضا بترميمه في بعد تفعيل الهيئة في العام 2018، ويعد الآن حصن الغويزي بالمناسبة مستعد وقابل للزيارة، وهو الآن قمنا بتحويله من مبنى عادي إلى متحف عسكري أو نواة متحف عسكري في طوره الأول، والآن هو نفتح أبوابه للجروبات الخاصة، ونعمل حاليا على أن يكون متحف عسكري مفتوح في الدوام الرسمي. وتبقى للآثار والمعالم التراثية أهمية كبرى، كونها رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني، ما يدعو الهيئة العامة للآثار وقيادة السلطة المحلية بحضرموت إلى بذل المزيد من الجهود لجذب السواح واستقطابهم لزيارة المحافظة. لقناة المكلا، محسن بلبحيث. عقد اجتماعا في مدينة المكلا ضم السلطة المحلية وأركان المنطقة العسكرية الثاني العميد عويضان سالم عويضانة ومستشار المحافظ الشيخ صالح الشرفي لمناقشة الظواهر العشوائية في المدينة. وأكد اللقاء على محاربة الظواهر السلبية وفي مقدمتها البسط على الأراضي والمنتزهات والطرقات العامة ورمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة لها. وفي ذات السياق نفذ مدير عام المكلا جولة تفقدية لحي العمال والثورة، متعرفا على أهم القضايا التي تم طرحها من قبل الأهالي بالحفاظ على مساحة المصالح العامة وفتح وتوسعة بعض الشوارع التي أغلقت، موجها مكتب الأشغال بفتح الشوارع وإزالة المخلفات. كما تفقد أوضاع السوق المركزي للأسماك والخضار والفواكه بمنطقة الشرج، مطلعا على مستوى النظافة في السوق وكيفية تنظيم شبكة المجاري، موجها بالاستفادة من المساحة الشاغرة بالسوق إدخال باعة جدد لتنشيط وضع السوق. دشن أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان بمعية قائد قوات خفر السواحل رائد محمد بامهي بميناء الشحر عملية ترقيم وإصدار اللوائح فئة العباري والنواقيد والقواري وبطائق للصيادين، وذلك ضمن خطة قيادة خفر السواحل للتأمين على حياة الصيادين بالمياه الإقليمية وتنظيم عملية الاصطياد البحري، إلى جانب العمل على جمع بيانات ومعلومات عن كافة الصيادين لتنظيم وتطوير عملية الاصطياد البحري مستقبلاً. وتأتي هذه الخطوة لغرض رصد وتعقب التهريب البحري والتعامل مع المهربين بحزم واتخاذ بحقهم الإجراءات القانونية. ناقش لقاء ضم مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت سبل التعاون المشترك في عملية تطوير المعاهد والإشراف على جوانب النظافة والاهتمام بالبيئة والتشجير. وتطرق اللقاء إلى الجوانب التطبيقية والتطويرية التي يسعى التعليم الفني والتدريب المهني لظهورها على ساحات المعاهد وتركيز بشكل واسع وأكبر بالبيئة الصحية والصيانة لجميع المعدات والأجهزة بجميع المعاهد. وأكد استعداد طلاب المعاهد للمشاركة في عمل حملات التوعوية والنزولات لأهمية النظافة وإخراج طاقات الشباب وعمل برنامج مشترك بين الجهتين. ناقش مدير عام مديرية بروم ميفا الأستاذ ناصر الشعيبي مع رئيس مؤسسة قيم للتنمية عوض السومحي مشروع توزيع قوارب للصيد الصيادين بمنطقة ميفا المتضررين من الكوارث الطبيعية التي ضربت المنطقة خلال الأعوام الماضية. ويقدم المشروع 10 قوارب اصطيادة ذات جودة عالية بمحركاتها ومعداتها وفق رغبة الجهة المستفيدة، ويهدف المشروع لتحسين سبل العيش لدى الأسر المستفيدة ورفع مستوى الدخل لديهم. ويأتي اختيار المستفيدين لهذه المنح وفق معايير وضوابط معينة. اختتم بمدينة تريم الدورة التدريبية في مجال التمكين السياسي الذي نظمها مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء، وتلقى خلال الدورة 35 شابا وفتاة على مدى 3 أيام على معارف ومهارات وخبرات تعريفات الدولة الحديثة وأشكال الحكم والأنظمة الحاكمة وأساليب وطرق العمل السياسي والاطلاع والتعرف على رؤية المؤتمر ووثيقته استعادة حقوق ومطالب أبناء حضرموت. عقد لقاء في العاصمة السعودية الرياض ضم عدد من القيادات الحكومية ومحافظي حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرة
وعدم الشخصيات القبلية بشأن تنفيذ الإقليم الشرقي ضمن المرحلة القادمة. ونشب خلال اللقاء خلاف حاد بين قيادات الحكومة الشرعية على عدم موافقة بعض الأطراف بأن يكون ضمن الإقليم الشرقي وعدم رضا البعض الآخر بالتقسيم. وقال متابعون للشأن المحلي مهما بلغ الاختلاف في التوجه السياسي إلا أنه لا يجب الاستهانة بالوطن وتحويله إلى مادة لتمضية الوقت والجدل، مشيرين إلى ضرورة أن تناقش هذه الأمور في دواوين النخب السياسية والثقافية والاجتماعية. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح أول مدرسة نموذجية في سوق قطرة. وفود أجنبية تطلع على المعالم التاريخية بمدينة المكلا. تدشين عملية ترقيم وإصدار لوائح للعبار والنواخيذ والقوار وبطائق للسيادين بالشهادة. سيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.